معانا أستاذة فاتن من اسكندرية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذة فاتن. ايوه حضرتك الدكتور، ازيك؟ ازي حضرتك يا دكتور عمرو؟ الحمد لله بخير، اتفضل يا فندم. حضرتك انا كنت عايزه اسال بالنسبه للصلاه في بس الاستفتاح. انا يبدو ان انا عندي امنيه ان حضرتك توطي التلفزيون وتسمعيني من لا التليفون لو انا قافله، تكرمت. يعني الصوت قافله خالص، قافله الصوت خالص. طيب خلاص ماشي، اتفضلي. ايوه حضرتك بالنسبه للصلاه، في الصلاه، في بدايه الصلاه اقول اعوذ، يعني بيقول لازم اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اقولها في كل رقعه ولا هو في البدايه بس؟ طيب احنا لازم في الصلاة نفرق ما بين حاجتين حضرتك، نفرق ما بين سنن الصلاة وهيئات الصلاة، ونفرق ما بين أركان الصلاة. الاستعاذة وكمان دعاء الاستفتاح هذه ليست من أركان الصلاة، يعني الواحد لو عملها في أول الصلاة أهلا وسهلا، يبقى مكانها وسنتها في أول الصلاة، لكن لا نفعلها في كل الصلاة. أما إذا كنت بتقصد الاستعاذة مع آية مع سورة الفاتحة فهي من السنن، تعمليها أو ما تعمليهاش لن تؤثر في صحة الصلاة. طب أنا بقول كده ليه؟ لأن كتير من الناس بيحصل لها وسواس إن هي لو ما استعاذتش بالله من الشيطان الرجيم في الفاتحة يبقى كده الفاتحة مش مقبولة والصلاة ما تبقاش مقبولة. لا، هذه الاستعاذة ليست آية من الفاتحة، التي هي آية من الفاتحة في قراءة حفص هي بسم الله الرحمن الرحيم بس. فحضرتك لو قلتيها خير بها ونعمت، وما قلتهاش صلاتك صحيحة.